ووصلنا لجمعية سند، هذا المكان اللي بيقدم كتير خدمات لطفل كان بيعاني أو لسه بيعاني من مرض السرطان. وطبعاً تحت مظلة الجمعية في كثير برامج بتعنى بصحة الطفل وعائلته نفسياً وصحياً، بالإضافة إلى التكفل بمصاريف التنقل والعلاج في أحيان كثيرة. خلينا بالبداية نتكلم على برنامج الدعم المعنوي اللي بتقدمه جمعية سند. احنا برنامج متكامل مساند لاسر الاطفال، بيقدم لهم يعني هو من اسمه برنامج دعم لاسر الاطفال، يقدم مجموعه من الخدمات الاستشاريه والمعنويه. انتوا عندكم على حسب انا شفت عندكم خمس اشياء اساسيه بيقدمها البرنامج. فعلا احنا عندنا بدايه يعني برنامج جلسات الارشاد الجمعي، يعني هي عباره عن جلسات يديرها يكون اخصائي نفسي، تكون فيها تغيير للمفاهيم باسر الاطفال وصولا الى مرحله تكيف مع مرضهم، مرض اطفالهم بشكل عام اذا حبينا نقول، في لها ضوابط معينه. يعني الحلو في الجلسات اللي كل ام تستفيد من خبرات الأم الأخرى، بيكون فيها تنفيس للمشاعر. هي في البداية كانت فقط تنحصر على أمهات الأطفال، توسعنا منها كمان نسوي جلسات تنفيسية للأطباء نفسهم. في عندنا الورش، هي عبارة عن ورش حرفية بتكون فيها تخرج الأم فيها تكسر فيها الروتين عن جو المستشفى وتتعلم أشياء يدوية. احنا يعني سوينا زي دراسة بحثية وكانت يعني تتضمن انه كل ما تكون ورش عملية يخرج فيها يعني نوع من التنفيس للأسر. كمان قدمنا مجموعات الدعم. مجموعات الدعم هي مجموعات مستمرة، هي تنشأ تلقائيا من الأسر. احنا جلسنا معهم شفنا ايش رغباتهم اثناء ما هم يعني باجتماعاتهم، وفضلوا جدا انه يكون فيها دورات تعلموا منها مرة انجليش، تعلموا فيها يعني اشياء الرسم، اشياء تانية، وكانت مستمرة يعني تقعد معاهم ممكن شهر أو شهرين ويطلعوا فيها بإنتاجية الأشياء لأعمال معينة. عندنا كمان الحالات الفردية، وهي يعني تنبثق من جلسات الإرشاد. في بعض من الأسر تحتاج إلى يعني شخص مختص يعني للآثار الجانبية اللي تكون مع مرض أطفالهم، فإحنا فعلا بنحولهم لمراكز. إحنا يكون معنا اتفاقيات مع عدد من المراكز، يا إما الأسرة تروح للمركز أو ممكن في تعاون من المركز إنه نفس الطبيب النفسي أو المستشار يجي للأسرة نفسها داخل المركز. وأثناء تواجدنا بالجمعية تعرفنا على شهد وسمعنا من والدتها تجربتهم الشخصية وكيف عرفت عن سند. الدعم المعنوي اللي كانت تقدمه الجمعية كان في دعم نفسي، إنه يجيبوا أخصائيين نفسيين يعملوا مثل جلسات نفسية للأمهات، كمان إنه كيف نتعامل مع الطفل، كيف نعرفه بمرضه إذا كان هو ممكن يتقبل هالشيء أو لا. بعض الأمهات يعني هي نفسها تكون نفسيتها تعبانة، فكانوا يحاولوا أن يطلعوها من الشيء اللي هي فيه، صعب جدا على أي أم. بس المفروض أنه أي أحد يعني يتعرض لهالشيء يبحث عن الشيء اللي ممكن يساعده ويدعمه، عن الأخصائيين، عن سواء في المركز أو. فكان دعمنا الأول طبعا في المركز من خلال جمعية سند، لأنه كانوا البنات ما شاء الله في المركز أنه باستمرار يعني يحاولوا يتواصلوا مع الأمهات، يعرفوهم على الأشياء اللي ممكن هم يساعدوهم فيها. فكان يعني مرة شيء حلو أنه في شيء زي كده يعني موجود. شهد بدأت رحلتها مع السرطان بعمر الأشهر قبل ما تشفى منه ويرجع إلها مرة ثانية بالمرحلة الابتدائية. رحلتها كانت طويلة ولكنها اليوم معافى وسعيدة بتجربتها مع جمعية سند الخيرية اللي كانت بالنسبة إلها الفرحة والبسمة والعائلة الثانية. الأمهات فرحتهم وإحنا بنقدم الدعم اللي إحنا اللي هم يحتاجوه، هذا أكبر يعني طاقة لي صدق. يعني أنا أشوف في عيونهم محبة، شكر، هذا يكفيني.